السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي مواليد برج الثور. الفتره القادمه باذن الله هتكون سعاده وهنا ورزق وتفاؤل لحياتك القادمه. بالنسبه للناس اللي بتعاني من السحر ومن اعراضه ومن الحاجات اللي هي فيها وقف الحال، انا وعدتكم ان انا هنزل لكم فيديو لعلاج السحر، وبالفعل انا نزلت لكم الفيديو، بس اختي هي اللي عملته، صممت ان هي تعمل التجربه على نفسها، وانا قلت لكم ان انا كنت هنزله لكم من فتره، بس هي فعلا عملت الوصفه دي وجابت معاها نتيجه جدا، وفعلا اتخطبت والفيديو نزل على قناتها. الفيديو في اول تعليق، ادخلوا كده على الكومنتات هتلاقوا في اول تعليق انا عامله له تثبيت، ادخلوا على قناتها هتلاقوا الفيديو علاج السحر وهي بنفسها اللي عاملاه وبتتكلم عنه. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. يلا يا برج الثور، برج الثور عايز اقول لك ان انت الفتره دي هيكون عندك وقف حال في كل حاجه، علشان هتبدا تغير من نفسك، هتبدا تقطع علاقاتك مع كل الناس اللي بتعاملك بمزاجها، هتبدأ تدي نفسك طاقة جديدة، هتبدي تبدأ نفسك تغير من حياتك، تغير من نفسك، هتعمل حاجات محدش كان يتخيل ان انت في يوم من الايام تعملها. هيكون عندك قلب مفتوح بإذن الله، وهتلاقي طاقات إيجابية. بس انت دايما عندك احساس ان وجودك داخل الدايرة اللي في حياتك ده مش صح. حاليا انت يا برج الثور ما بقيتش حابب تتكلم مع حد، ولا حابب تعمل اي حاجة مع حد. انت شخص عزيز النفس، عفيف، مهما كنت حزين دايما بتظهر قدام الناس ان انت مبتسم، ومهما كان جواك ايه بتبين انه ما فيش حاجة. ولو الناس طلبت منك فلوس وانت مش معاك بتستلف وتديها، صح؟ بتستلف وبتديها. في ناس قريبة منك يا برج الثور حاسداك وواخدة بالها من كل حاجة بتعملها، عينيها دايما عليك ومش سايباك في حالك، لازم تبعد عنهم. وبلاش، وانا مليون مرة اقول لك يا برج الثور، بلاش تحكي اسرارك لحد، بلاش تحكي اسرارك لحد. شايف العلامات والتعابين اللي حواليكم شاديين يسيبوك في حالك. انت بتمر في فترة مالية من كل الضغوط، عندك ارهاق، تعب نفسي وجسدي وفكري، لكن الفترة دي مش هتدوم يا برج الثور بسبب القرار اللي انت هتاخده الايام اللي جاية. عايز اقول لك ان كل القلق والحيرة اللي انت فيها دي هتطلع منها. شايفالك اعراض غريبة بدأت تنتشر في جسمك، عندك تعب، صداع مستمر، دايما حاسس بالخمول والكسل، حتى لما بتكون نايم بتبقى صاحي متضايق ومخنوق وبتاخد وقت لحد ما تفوق. دايما انت حاسس، يعني لما بتعمل حاجة وبتحس ان انت غلطان، او لما بتحس انه في حاجة غلط بيكون فعلا في حاجة غلط. لما بتحس ان اللي قدامك بيكذب عليك وان انت مش مصدقه بيكون فعلا هو كذاب وبيكذب. لما بتتغير من حد من ناحيتك من غير اي حاجة بيبقى فعلا في حاجة غلط. اللي بتحسه بيحصل على طول. من الشخصيات الحلوة اللي بتربط الاحداث ببعض وبتطلع النتيجة اللي هي فعلا. من وقت للتاني بتبقى كده بتفكر، يعني انت لو فكرت بعقلك شوية في كل اللي حواليك هتلاقي نفسك مش متكمل مع حد. انت مفيش حاجة بتكمل معاك بسبب الكلام، بسبب المشاكل. لما بتبقى قاعد ساعات بتبقى مش طايق نفسك وتلاقي حد جاي يقولك على فكرة انا زعلان منك، صح؟ بتحصل، صح؟ طيب قولي، لما بتتخانق مع حد وبتسيبه بيقولوا عليك ان انت اناني وان انت متكبر، بالعكس ده يعني كل الابراج ممكن تدي فرصة او فرصتين. الثور بيدي بدل الفرصة 10 و20 و30، بيدي بدل الفرصة 10 و20 و30، وخلوا بالكم من الحتة دي. لكن وقت ما خلاص، لو الشخص ده رجع اتقلب من جديد عمره ما هيسامحه ولا هيحبه تاني، فهو بيدي فرص بطريقة رهيبة. بس برج الثور لما بيقفل من حد ولا بيكون حابب يعاتبه ولا بيتكلم معاه وبيتجنب تماما المناقشات معاه، وبيبقى عايز يبعد عنه وخلاص، لدرجة ان هو حاليا مش قادر يتكلم ومش قادر يتقبل اي صدمة في حياته. من كتر الحنان اللي جواه، من كتر الحنان اصبح بقى شخص بيخونوه كتير وبيتظلم كتير. بس وقت الأسوأ لما بيكون قاسي انصحكم ما تتعملوش معاه. برج الثور انت هنا اتألمت كتير وعندك حمل كبير على قلبك، حمل كبير على قلبك. بقيت شخص عصبي بطريقة رهيبة، بقيت عندك حاجات كتيرة جدا في حياتك مضايقاك.
بس عايزه اقول لك والله العظيم يا برج الثور، انا عارفه ان انت في اصعب ايام، بس والله العظيم ربنا هيفك كربك وهيديك. انت عايش على امل ان ربنا هيرضيك، وبالفعل ربنا هيرضيك وهيكبر بخاطرك. احساس اللخبطه والتوهان والتعب العصبي والضغط الداخلي ده احساس رهيب، والاصعب منه ان انت تشيل كل ده جواك، وتبين دايما ان انت جواك شخص كويس، ان انت جواك مثلا مفيش حاجه والحاجات دي. انت مشكلتك يا برج الثور لما بتخلص فلوسك او بيبقى ما يكونش معاك فلوس بتبقى حزين، بتحس ان انت مش عايز تعمل حاجه، مش عايز تتكلم مع حد، في حاجات بتحسها مختلفه كتير في حياتك. بس انا شايفه انه في شخص هنا بيحاول يستفزك بكل الطرق، بيحاول يستفزك بكل الطرق. عندك تفكير رهيب يا برج الثور، عندك تفكير رهيب، بس مش عايزاك تتردد. احذر من التردد في اي موضوع. من اكبر المشاكل اللي بتحصل لك هي التردد، ان انت بتتردد كتير. شايفه كمان ان انت عندك وسواس، عندك حاجه بتوسوسك، عندك وسواس في اختياراتك، في اقتناعك، في عندك وسواس رهيب يا برج الثور. شايفه كمان ان الشخص الفتره اللي جايه هتتعرف على شخص كويس جدا. شايفه كمان يا برج الثور انه في زعل جواك مخليك ساكت، ما بقتش تعاتب حد ولا بتلوم حد ولا بتتكلم مع حد، صح؟ في حاجات كتيره جدا انت كاتمها جواك ومش مبينها لحد، وبتقول ان شاء الله باذن الله ربنا يفرجها، ربنا يصلح الحال، وبتصبر نفسك بنفسك، بتصبر نفسك بنفسك. يعني رغم انه في ناس كتيره جدا حواليك مزعجه وناس كتيره جدا مش كويسه، بس انت برضو بتصبر نفسك بنفسك. شايفه لك يا برج الثور قدامك طريق سفر، وانت لازم تاخد فيه القرار، وبلاش التردد، بلاش التردد. قدامك فتره حلوه جدا فيها مناقشات حلوه، فيها امور حلوه، فيها معاكسات باذن الله. بس انت تعرضت كتير لصدمات وخذلان من ناس انت حبيتهم بصدق، فقدت ناس غاليه على قلبك، فقدت ناس كانت سند ليك، ودول ناس كانوا مش كويسين كانوا بيبين لك ان هم كويسين. الحيره والتوهان والضغط النفسي اللي عليك ده باذن الله هتطلع منه. بس قول لي، في ناس رجعت لك من الماضي وعايزه تكلمك، او بالفعل عايزه يرجعوا لك وعايزين يكلموك. للاحسن ان انت ما تدخلش معاهم في مناقشات، ما تدخلش معاهم في توهان، ما تدخلش معاهم في اي حاجات، عشان صدقني رقم 8 اللي ظهر لك ده، لا اما بعد 8 ايام، لا اما بعد 8 خطوات، لا اما 8 اسابيع، الله اعلم، هتعيد تطوراتك في الحياه بشكل حلو. في واحدة ست عندك شغلة بالها بيك وبتتمنى لك الشر، وخليك بعيد عنها في التعامل وما تحكيش معها اي حاجة. شايفة كمان يا برج الثور انه هيكون عندك مناسبة عائلية حلوة جدا هتبشرك فيها، وهتتقبل امور حلوة، وهيبقى عندك معاكسات باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. شايفة كمان ان انت هنا بينك وبين الشريك مشاكل، بينك وبين الشريك عتاب، بينك وبين الشريك متهاد، بينك وبين الشريك خذلان، بينك وبين الشريك حاجات كتيرة جدا في حياتك. التور من كتر الصدمات ومن كتر اللي هو تعرض له ما بقاش يسمح لحد ان هو يعامله بمزاجه، وما بقاش يسمح لحد ان هو يدخل حياته اصلا، بقى عنده نفور من كل حاجة. لغيت كذا ميعاد كان في حياتك، وده احسن حاجة انت عملتها، عشان مش كلهم، عشان المواعيد اللي انت لغيتها دي كانت من الصالح ليك. شايفه انه في حد توفى عندك، والحد ده كسر ظهرك، حد ده كسر ظهرك وعمل لك مشاكل كتير. وزي ما قلت لك انت بينك وبين الشريك مشاكل ملهاش اول من اخر يا برج الثور، ملهاش اول من اخر. شايفه كمان يا برج الثور ان انت هنا ندمان على حاجه معينه في حياتك، وعندك اشتياق طال غيابه، في اشتياق جواك ولهفة طال غيابه من فترة كبيرة جدا، وانت عندك كمية اشتياق وكمية لهفة رهيبة في حياتك، صح؟ شايفالك كمان هنا هيكون عندك انطلاقة جديدة او تغيير، الله اعلم، بس انت هيكون عندك هنا، انت شايفالك انطلاقة جديدة او رحلة جديدة. كل اللي حواليك كلهم غدر، كلهم خيانة، كلهم طعنات، كلهم ناس مش كويسة، وهم مبينين لك ان هم ملاك، وان هم بيحبوك وعايزين مصلحتك، بس العكس تمام. الفترة دي هتبقى احسن من الفترة اللي راحت يا برج الثور. الفترة اللي فاتت انت كنت بتعاني من حاجات كتيرة جدا، اما الفترة دي هتبقى احسن من اللي فاتت، وباذن الله هتبقى احسن من اللي فاتت. شايفة كمان ان انت هنا هربت من كل حاجة، هربت من كل حاجة، ورغم ان انت هربت من كل حاجة وسايبهم، رغم ان هم برضو بيغيروا منك ومش سايبينك في حالك، رغم انهم برضو بيغيروا منك ومش سايبينك في حال. شايفة كمان ان انت هنا بينك وما بين برج الجوزاء علاقة، بينك وما بين برج الجوزاء علاقة.
بينك وما بينه مشاكل بطريقة رهيبة، بس برج الجوزاء بيحبك جدا يا برج الثور، برج الجوزاء بيحبك جدا. حاليا عاجز عن الكلام وعاجز عن اي حاجة، مش عارف تتكلم. شايفة انه في حرق في قلبك، قلبك محروق، ليل ونهار بتعيط من كتر الظلم اللي انت فيه، قلبك موجوع لان انت اتظلمت من اقرب الناس ليك، اتظلمت من اقرب الناس ليك. بس شايفه لك الفتره القادمه هتكون حلوه ليك بجد والله العظيم يا برج التور، هتكون حلوه ليك. شايفه كمان انه في طرف تالت داخل في علاقاتك العاطفيه، وممكن يكون الطرف ده من برج السرطان، في طرف تالت كان بينك وما بين شخص تواصل، كان بينك وما بين شخص تواصل يا برج التور على الفيسبوك، عملته لبعض بلوكات او انفصلته. في حاجة اتسرقت منك غالية في التمن، حاجة ذهب او حاجة فضة او هدوم غالية، الله اعلم. في حاجات اتسرقت منك غالية ولحد الان مش عارف مين، لحد الان مش عارف مين. انت اتصدمت في اقرب الناس ليك. مين برج الحمل اللي بينك وما بينه نفور وما بقتوش طايقين بعض بسبب المشاكل؟ يعني مين الشخص الساحر اللي في حياتك، اللي هي الست الخبيثة اللي قريبة منها لله، ظلمتك وجات عليك بجد. شايف انه في حد يا برج التور بيراقبك من بعيد بعيد، برج التور انت في حد بيراقبك، في حد بيراقب، في حد سند ليك، وفي حد بيراقب. خلي بالك، خلي بالك كويس جدا. في حد كده متضايق منك، في حد كده بيحسدك على كل حاجة في حياتك. عندك حرف العين، حرف العين ده جه عليك وظلمك، حرف العين ده جه عليك وظلمك. شايفة كمان حرف السين ده عمل لك مشاكل غير طبيعية. عندك برج الجدي كان بين وما بينه علاقة، ودخل طرف ثالث خرب الدنيا وظلمك وبوظ لك كل حساباتك. شايفه كمان ان انت هنا عندك تواصل مع حد، عندك تواصل مع حد الفتره القادمه باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تعالى كسره القلب دي مش هتعدي على ربنا بالسهل، وهتشوف بنفسك التعويض. عندك صديقه منافقه خربت بيتك، بوظت لك مشاكل، بهدلتك، ظلمتك، وممكن تكون من برج السرطان اللي عامله المشاكل بينك مامتك، اختك، اخواتك، الله اعلم. برج التور انت ممكن يكون عندك عاشق جنيا، يعني حد كده بيعشقك، حد بيحبك، حد ما بيخليش حاجة تكملك ابدا. عشان كده انا نزلت لك على قناة اختي بنفسها، هي نزلت لك فيديو لعلاج السحر. شايفة كمان ان انت هنا عندك امور باذن الله فيها انتصار، في امور عندك فيها انتصار. عندك برج العقرب بينك وما بينه مشاكل، بينك وبين برج العقرب مشاكل. عندك اعتذار من حد، عندك اعتذار لحد، في حد هيعتذر لك الفترة القادمة وهيقول لك انا اسف، انا ظلمتك، انا جيت عليك. بتفكر في مواضيع كتير، عندك ورق سفر، عندك ورق انتظار. بس لازم اقول لك تاخد القرار الصح، لازم تاخد القرار الصح. في لحظة من حياتك خاب املك في ناس كتيرة جدا، في لحظة من حياتك خاب املك في ناس كتيرة جدا. صل على الحبيب يا برج الثور. شايفه انه باذن الله كل المواضيع اللي شغلك، طب اقول لك على حاجه، عارف الموضوع اللي شغلك واللي نفسك يحصل، وان انت فوضت امرك لله ودعيت ربنا كتير، باذن الله هيحصل. وهتقول الشيخه سعاد بنفسها قالت الموضوع اللي شاغل بالك بقاله مده كبيره، باذن الله الفتره القادمه دي هيحصل. انت بتحب اللون البنفسجي جدا، بتحب اللون البنفسجي جدا، وهيبقى فيه ورود وازدهار في حياتك، وهتشوف بنفسك الفرق، وهتشوف قد ايه انت حياتك هتتحسن، وقد ايه امورك هتبقى فيها حلوه. عندك تحسن بالكامل، عندك تغيير جذري، عندك انطلاقات حلوه، عندك انفراجات، عندك طاقات ايجابيه باذن الله. وهتشوف بنفسك يا برج التور، هتشوف بنفسك. انا مش هقعد اقول لك كتير، بس انت بجد هتشوف بنفسك قد ايه التغيير. انت اصلا اليومين دول هيكون بالك مرتاح، هيكون بالك مرتاح. انت مريت بفترة من بعض التعب، فيها من بعض الارهاق، بس انا عايز اقولك ان الامور اللي جاية هيكون فيها تحسن. وهتشوف قد ايه انت بجد كنت محتاج تسمع خبر حلو، كنت محتاج تشوف حاجة كويسة في حياتك. وبالفعل
بالفعل والله يا برج التور، هتشوف قد ايه التغيير، هتشوف قد ايه التغيير، هتشوف قد ايه الانطلاقات، هتشوف قد ايه الفرحة اللي انت مستنيه. عايزه اقول لك قراءتك كلها بتدل على الخير، قراءتك كلها بتدل على الامور، بس في حاجات كتيره جدا حواليك خلي بالك منها، وحاول يا برج التور زي ما انت بتربط الاحداث كلها ببعض اربطها عشان تطلع مين الخبيث ومين الظالم. عايزه اقول لك انه حياتك هيبقى فيها تحسن، وفي حياتك الصحيه، في حياتك الصحيه انا شايفه لك تحسن من كل الاتجاهات. شايفه ان الناس اللي اذتك، الناس اللي اذتك يا برج التور، ربك هياخد لك حقك، ربك هياخد لك حقك، بس انت اطرد وارمي ورا ظهرك، اطرد وارمي ورا ظهرك. في حد اذاك مش كويس، شخص مش كويس عايز يزيك، عايز يكسر قلبك تاني، عايز يظلمك، فخلي بالك. انت مهما تكون مطعون بتبين ان انت قوي، انت مشكلتك ان انت روحانياتك عالية، روحانياتك عالية، قلبك طيب جدا، ربنا دايما واقف معاك، قلبك طيب جدا، ربك دايما واقف معاك، بس دايما مطعون من اقرب الناس ليك، دايما ربك واقف معاك ودايما عايزين يأذوك من كل حاجة. حياتك ما بقتش سهلة زي ما انت فاكر، الناس عايزة تأذيك بجد. الشخص ده خلي بالك، الشخص ده وشه عريض، الشخص ده الست دي وشها عريض، شعرها خفيف جدا، خلوا بالكم منها كويس جدا عشان الشخصية دي مش كويسة، الشخصية دي مش كويسة. في حد بيدبر لك حفرة يا برج التور، في حد بيراقبك وبيعمل لك حفرة، واحدة ست بتراقبك، واحدة ست بتراقبك يا برج التور، وعايزة تأذيك بكل الطرق، عايزة تأذيك بكل الطرق، بتدبر لك حفرة، يمكن هي قالت لك حاجة من فترة وانت ما سمعتش كلامها، فهي بجد عايزة تأذيك، عايز تأذيك بكل الطرق. ولو انت فاكر ان هي بعدت عنك فانت بيتهيأ لك، هي وراك وراك ومش راضية تسيبك في حالك. شايفه لك كمان لقاء حلو، جواز، خطوبة، امور حلوة، وهيبقى عندك امور عكس ما انت تتخيل، هيبقى عندك انطلاقات حلوة. السمك في حياتك ده بيدل ان عندك رزق، انت احلامك كتير يا برج التور، احلامك كتير، شايفه لك هنا رزق غير طبيعي باذن الله الفتره القادمه. لو بينك وما بين الشريك زعل او خناقات او مشاكل، فانا شايفه لك يا برج التور انه هيكون عندك علاقه جديده، حب جديد، ارتباط جديد، الله اعلم، بس هيكون عندك حاجات حلوه وهتشوف بنفسك، يعني مهما احكي لك انا هتشوف بنفسك قد ايه ربنا بيحبك، قد ايه ربنا واقف جنبك، قد ايه انت حياتك هيبقى فيها تحسن بشكل كامل جدا جدا جدا. انت اواخر الفتره دي هتلاقي تحسن بشكل جديد وبشكل مختلف باذن الله بفضل ربنا يا برج التوم. شايفه لك كمان ان هنا ربنا نصرك، ربنا نصرك. انت نيتك دايما صافيه، نيتك دايما صافيه، بدأت تقرأ قرآن كتير، بدأت تبص لحياتك بالكامل، بدأت تغير من نفسك، يعني مهما تشوف ومهما تتكلم بإذن الله هيكون عندك تحسن غير طبيعي يا برج التور، هيكون عندك تحسن. اللي انت زرعته هتحصده، والله اللي انت زرعته هتحصده، لو زرعت خير هتلاقي الخير، لو زرعت شر هتلاقي شر، وانا عارفة ان انت ما زرعت الشر خالص، انت زرعت كل الخير لأقرب الناس ليك، واكتر ناس كنت معاهم كويس الاهل، اكتر ناس كنت معاهم كويس الاهل، بس جوا عليك وظلموك، جوا عليك وكسروا نفسك، جوا عليك وخيبوا ظنك، عملوا لك توتر، عملوا لك حيره، خذلوك، الفرح ما بقاش من نصيبك يا برج التور. انت بدات تسترخي نفسك، بدات تسترخي نفسك، بدات تقول خلاص، مش عارف، انت حبيت شخص وخانك، تركك، سابك، بعد عنك شخص كده، سابك لوحده. شايفه كمان انه في هنا سحر معمول لك بوقف الحال بكل الطرق، انت ناوي على تغيير يا برج التور، ناوي على تغيير، عندك نغزه في قلبك بتجيلك من غير اي سبب، بتلاقي نفسك دايخ كده فجاه، بتلاقي نفسك مسكت الحيطه او مسكت اي حاجه وحاسس بالدوخه، وحاسس بان انت صحتك في النازل، صحتك في النازل، انت رغم ان كل الدنيا حواليك حاسس بالوحدة، رغم ان كل الدنيا حواليك حاسس بالوحدة، حاسس بالوحدة ومش حاسس انه في حد جنبك او في حد معاك. شايفة كمان ان انت انا بتحس بحاجات كتيرة جدا غريبة، في حاجات كتيرة جدا بتحس بيها غريبة، وانت مستني توقيع ورقة في المحكمة او في حياتك بالكامل، فهتحصل عليها،
وعايزه اقول لك ان الناس كل يعني جزء من ظلم برج الثور، جزء من ظلمه، كل الناس اللي حاولت تأذيك، كل الناس اللي حاولت تبعدك عن حياتك، كل الناس اللي خاب ظنك فيها، هتشوف قد ايه ربنا هيكرمك، هتشوف قد ايه ربنا هينصرك عليهم، هتشوف قد ايه ربنا هيغير من حياتك بالكامل. شايف انه عندك انطلاقات حلوة، عندك فترة من الفرح، عندك فترة من السعادة، عندك فترة من الكلام الحلو اللي في حياتك. خلي بالك من اشخاص حواليك بوشين، وزي ما قلت لك انت عندك حرف الميم وحرف العين وحرف الالف والدال كمان، الحروف دي في حياتك موجودة، منهم اللي اذاك ومنهم اللي خاب ظنك فيهم، منهم اللي فشلك في حياتك. انت عايش في البيت وكأنك مش عايش على وجه الارض، عايش وكأنك مش عايش. صل على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام يا برج الثور. بينك وما بين برج العذراء مشاكل وتعبانين في علاقة سامة، بينك وما بينه مشاكل وعلاقة سامة. شايفه كمان انه هنا في حاجات بتغير من نفسيتك، في حاجات بتغير من نفسيتك، كنت مقدم على شغل واترفضت. ان شاء الله باذن الله يرجعوا يتصلوا بيك تاني يا برج الثور، يرجعوا يتصلوا بيك. برج الثور انت مستني التغيير وهتحصل عليه، بلاش تقول حياتي متلخبطه ومفيش نظام فيها وانا مش مرتاح مع حد ولا عايز ارتاح مع حد. عندك انطلاقات حلوه، بس انت بس بلاش اكتم اكتم، وبلاش تتكلم عن اي حاجه تخص حياتك. وزي ما قلت لك عندك علاقه جديده، ارتباط، خطوبه، زواج، امور حلوه، امور حلوه. او لو بينك وبين الشريك زعل فهيبقى عندك صلح، عندك حد مسجون الفتره اللي جايه هيبقى في انفراجه حلوه بالنسبه له، هيبقى في طله جديده. شايفه لك كمان ان انت عندك شخص غالي على قلبك بعيد عنك، عندك شخص بعاد عنك، عندك حبيب، عندك طفل، عندك اهل، الله اعلم. بس برج الثور عنده لم شمل، الثور عنده لم شمل وعنده تغيير مكان ونقله جديده باذن الله. انت دايما بتحسن من امورك يا برج الثور، عندك شخص مريض في بيتك باذن الله ربنا هيشفيه وهيبقى عنده صحه حلوه وعنده هيتحسن وهيستعيد صحته تاني بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. انت برج الجوزاء عندك كل حياتك، شايفه لك يعني ظهر لك تاني برج الجوزاء، برج الجوزاء عندك كل حياتك، بتحبه جدا، بس خلي بالك، خلي بالك من اشخاص بيتدخلوا، خلي بالك من اشخاص حواليك، خلي بالك من اشخاص دايما عاملولك توتر. السحر فرقك بينك وبين الشريك، السحر كسر حياتك لدرجه انه السحر اثر على اولادك واثر على حياتك. عندك رجوع حق، عندك شراء بيت او تغيير او نقله جديده والله اعلم. الابن المريض اللي عندك او الحد المريض ربنا هيشفيه باذن الله، الحد المسجون عندك ربنا هيفك كربه. بلاش تخلي الحساسيه تقتلك يا برج الثور. لو انت بينك وبين الشريك مشاكل فهيبقى في صلح او رجوع او خطوبه جديده او ارتباط جديد. عندك علاقات جديه الفتره القادمه وهتشوف بنفسك وهتنتظر جزء من اللي ظلمك. باذن الله هيكون عندك تحسن كامل، اتمنى لك الخير والسعاده. ابعد عن التوتر والعصبيه، بلاش تقول انا اتظلمت، بلاش تقول انا اتخذلت، بلاش تقول انا اتكسرت. تحياتي ليك يا برج الثور. على قناه اختي في اول تعليق هتلاقوا فيديو علاج السحر، ادخلوا على طول واتفرجوا عليه، هي عامله الفيديو بنفسها.